ابي اسمع منك هالكلمه هذه ثاني مره، فهمتي ولا لا؟ انا مو حقير، فاهمه ولا لا؟ ولا تنسين ان التزام للحين موجود. وهي كلام او اتهام اي صوبي، لا تلومين الا نفسك. الحين يلا قومي زهبي للغدا، الله ياخذك وياخذ امك وياخذ اهلك واحد ورا الثاني. وانتي تطبخين، تعرفين انا احب المواضيع اثناء الغدا. ابيك تقولي لي الصلاه مالكم هذا ليش كان مسجون؟ شنو هي قضيته؟ اعطيني يدك. شقة طالعيني كذي؟ ماكو شيء. ما تحكين؟ قولي. ايش تبيني اقول يعني؟ ابي اعرف البطل مالكم هذا ليش مسجون؟ شنو قضيته؟ نصب احتيال. ما ادري ناصر، ما اعرف. انت شلون دريت؟ انا عرفت من بيت امك. يوم البطل مالكم بغى يذبحني. بيتكم العامر طبعا. سمعت تقول انت تبي تعيدها ثاني مره وترد السجن. انا ايش دراني؟ ما تشوفني 24 ساعه قاعده معك بالبيت، يعني من وين بعرف؟ انت تعرفين ولا تخبين عني شيء، لا تستخبين على مخي، فاهمه ولا لا؟ امك ما تخش عنك شيء، قولي لي. زمي خالف، اهدى شوي وكمل اكلك وانا راح اقول لك كل شيء. يلا. ما ابي اهدى، ما لي نفس على الاكل، تعال شي خطيري. ذابحوا. ذابح ذابح يعني قاتل احد؟ حبيبتي ليش تاخرتي؟ ليش واقف هني ناطرني؟ جنطة شي داخل، بعدين انت نسيتني الاجازه خلصت. ما تبي تشربين شيء؟ لا ما بي. الو هلا ناصر. لا لا مشغول، كلمني بعد ساعه. يلا يلا باي. هذا ناصر ولد خالتي؟ هي بعد اكو غيره يباي؟ ايش بينك وبينه؟ بزنس يعني، شنو بيكون بيني وبينه مثلا؟ بزنس. وتروح للبيت؟ ايه صار لي فوق السنه ما طبيت بيته. نعم؟ هي حبيبتي عادي، ايش فيها يعني؟ شنو يعني اذا رحت؟ عادي هذا ولد خالتك وباكر بيصير عديلي. سعود مو انت اللي شاهد يوم حادث طعن سلطان عند الشرطه ان انت كنت عنده بالبيت؟ شو اللي يضحك؟ يبا والله الموضوع نسيته. سعود شاهد زور صح؟ ها ايش قاعد تقولين انت؟ تعالي ترى انا شايل ولد خالتك من الموضوع، كان طاقين رقبته ابو شناق. ترى بديت اخاف منك والله العظيم. مو انت سعود اللي انا حبيته، ايش فيك؟ ايش هالحكي هذا حبيبتي؟ ايش فيك؟ يبا عادي عادي فكك من هالحكي هذا. كاهو سلطان حي يرزق مثل البغل. السلط او السلط حامل لوه نصير النساء مالكم هذا
طلع قاتل لا وبعد ما طرد من ديرته. ناصر عافية عافية، ما بي أحد يدري عن شيء، ترى حتى خواتي ما يدرون عن السالفة. لا يكون كنت بتخشين عني هالمعلومة الذهبية هذه. الله يخليك، خلى بحاله وانت بحالك. عافية. أنا بحالي وهو بحاله. والله والله وبالله ما أطلع ناصر إذا ما خليته يمشي ويحاكي روحه، وهو والسبونسر ماله خالتي العزيزة. أخي الحين نفسيتي انفتحت على كلها، نجبيلي إن شاء الله حتى لو برد الأكل. لكم ما بيتعشى. الموضوع مو موضوع عشاء. خير أمي تبيك، تبينا كلنا محاضرة جديدة؟ ترى مالي خلق. لا تقول أي شيء تبونه بسوي لكم إياه. الظهر وافقت على زواجك من سعود. صدق؟ لا، وتقول بفتح معاكم صفحة جديدة، شكلها بدأت تحس باللي سوته أبو بوي الله يرحمه، تبي تكفر عن ذنبها. أنا أعرف شعوركم اتجاهي، وأعرف أنكم تعتقدون أني أنا السبب في اللي صار لأبوكم. ممكن تسكرين هالموضوع؟ الله يعلم إيش كثر أنا قاسيت وتعبت وعانيت، لكن مو كل ما يعلم يقال. إذا في شيء جديد إحنا ما نعرفه تفضلي قولي. أنتي عارفة ليش أنا رفضت سعود؟ لا طبعاً. لأنه مو كفو. هذه اللي تبي تفتح صفحة جديدة؟ واقفة مكانك. لأنه مستهتر، آخر واحد يصلح يكون زوج. أنا ما بيعيد غلطة مروة مرة ثانية، بس هذا واحد ما عنده قيم. عقليته عقلية طفل عمره 8 سنوات، شفتي شلون وهقت معه طلال لما دعمه؟ ولما طلال تنازل عن قضية كان الحين مسجونة. والله هذا كان اختياري أنا، وأنا عندي شبه يقين إنه هو شاهد زور مع ناصر في موضوع سلطان. الطيور على أشكالها تقع. بكل بساطة ماكو ضمير. أو بس عاد زهقت كل مرة نفس الحكي. ومع هذا أنا موافقة، خليه يخطبك مرة ثانية حياها الله. مو لأني أنا مقتنعة فيه، لا، لأن هذا اختيارك ولأنك أنت اللي تبينه. صحيح موضوع أختك مروة وزواجها من ناصر أنا وافقت عليه، لكن أنا مضطرة لأن كانت في ظروف اضطرتني أني أنا وافق على هالزواج. وبعدين إذا أنت مختارة سعود خلاص لا تخلين الموضوع هذا يوقف عقبة بيني وبينك. طالما هذا اختيارك تحملي نتيجة اختيارك. شكراً، أنا اللي مسؤولة عن قراري، وإذا سعود في شيء مو عادل أنا عدله. أنا كنت أظن اللي سمعتي هالحكي بتطيرين من الفرحة. شوش ماخذ الموضوع برود؟ لا بالعكس أنا وايد مستانسة، وبأقرب فرصة راح أبلغ طلال، قصدي سعود، يبلغ خالتي رقية يجون يخطبوني. وعموماً رقية بنت حلال خوش مرة وتخاف ربها عكس ولدها، وطالما أنت عندها في بيتها فأنا مطمئنة. عسى الله يوفقك إن شاء الله.